الحين كوكس بازار حق الروهينجا. نشكركم على جهودكم الطيبة ومرافقتنا في هذه الزيارة. وابتدت رحلتنا الإغاثية برفقة الهلال الأحمر والتي كانت إلى بنغلاديش وبالتحديد في مدينة كوكس بازار. هذه المدينة التي تضم أطول شاطئ رملي في العالم. تقع هذه المدينة البنغلاديشية على الحدود مع مانيمار، حيث يتجمع لاجئو الروهينجا. والله هذه مساكين فقارة مستقبلين بورد فرحانين فينا. والله خير على السباق. نشكر الجانب البنغلاديشي على حسن الضيافة. على السلامة دكتور. على السلامة. الحمد لله على السلامة. اليوم متجهين إلى منطقة حكيم بارة. وقبل الدخول في تفاصيل رحلة الإغاثة، دعونا نجاوب على سؤال: من هم الروهينجا وما هي مشكلتهم؟ الروهينجا هو اسم قومية عرقية تنتمي إلى عائلة الشعوب الهندية، وتسكن في ولاية أركان غربي بورما أو مانيمار. فحسب التقديرات الرسمية لسنة 2012، يصل التعداد السكاني لهذه الأقلية إلى أكثر من 800,000 نسمة، وحيث تم تصنيفهم من قبل الأمم المتحدة على أنهم أكثر الأقليات اضطهاداً في العالم. وترجع مشكلتهم إلى أن مانيمار تعتبر أن الروهينجا من المهاجرين، فليس لهم أي اعتراف رسمي بهم، إضافة لاختلاف العرق والديانات بينهم وبين الأغلبية البوذية الحاكمة، مما أدى إلى نشوء عداوة شديدة، وهو ما اضطرهم للهجرة من مدنهم خوفا من الاضطهاد. واليوم نتوجه برفقة الهلال الأحمر الكويتي بشراكة مع الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر البنغلاديشي لافتتاح 1000 مأوى سكني للاجئي الروهينجا. السلام عليكم. We have decided to build 1,000 shelters for all of you. العمل إن شاء الله يؤدي إلى حل جزء من المشكلة اللي هم يعانون فيها. ما يحطون صرف صحي معه، في دود ياكل كله. هذا صديق للبيئة. صديق للبيئة طبعا، لا ريحة لا شيء. طبعا هذه تقنية جديدة موجودة اللي هي بوضع أنواع من الديدان في الخزانات خاصة هذه الحمامات للملاجئ اللي موجودة. عن غرفتين، الجهة الثانية غرفة وهي غرفة. السلام عليكم. نهاية جولتنا الإغاثية في هذا المأوى. وهكذا يدا بيد تستمر رحلتنا الإغاثية، فمن افتتاح المأوى إلى توزيع المواد الغذائية. دال وصويا بين وبيناس سكر وملح وبسكوت وشاي. تأكد من الهويات. Two rows we divided. One row is for male and one row is for female. From here they will go and collect their cars and the foods. We provide here few chairs and arrangement for the pregnant, lactating and elderly people from the camp and as well as the disabled peoples. Do you have people coming with them? No, 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 not allowed. Why do you need? We're here to see this hospital, the Maidani. It was run from Norway, and then it was run from Finland. And then they came out of it. And now, no one is going to run it, except for Bangladesh. Thank you.
with this money we're going to construct a prefab clinics, two prefab clinics and medicines, and then an ambulance, and of course some medical equipment. Disaster started a few months ago, and we hope they will continue to remain with us to help these suffering people here. Talking for you, this is the map of the world, and it shows all the areas where the Kuwait Red Crescent Society has been helping. وهكذا يدا بيد بالتعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية لمساعدة كل محتاجي العالم. كانت هذه نهاية رحلتنا لإغاثة شعب الروهنجا في بنغلاديش لسنة 2019. وأهل العمل الإنساني يعيشون.